بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمعتجب من عبادك اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعتي وهذوت عن معصيتي فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمتك